استشار محمد سيد يوسف سيد عبد الله الرفاعي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي سنين عديدة، يعني بالتسعينات وبالألفينات وكان قبلها ابتدى، وهو كان يعني مع الوالد السيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي وزوره بالديوانية الوزير نائب شيخ الطريق الرفاعي الصوفية، ومن الناس اللي الوالد هو والمستشار عبد الله العيسي هم رئيس مجلس السلطة القضائية وغيرهم، الوالد لما كان عضو مسمى بالستينات يقول أنا خليت سويت قانون الشرعيين يصيرون قضاة وخريج بغداد، والمستشار عبد الله العيسى يمكن فيهم مصر وفيهم سوريا، وكان مستشارا وقاضيا شريفا في دولة الكويت وفقه الله ورحمه، وكانوا قضاة وايد مصريين الذهب وغيرهم اغلبهم من المتصوفة يزور الوالد ديوان المنصوري، هو كان محب وكان جاب شجرة النسب السادة الرفاعية حق الوالد مال فرعهم بسادة القرية، الوالد لأنه سوى شجرة السادة الرفاعية بالثمانينات وقال في فروع ما دشت، بس يقول مو معناه مو رفاعي، يقول فروع كثيرة اللي ربطناهم واللي مربطناهم عندهم مشجرات ومحترام وتقدير، كان كله يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد، وكان هو كله يجي عند الوالد مناسبات العياد وبرمضان ويوم الأحد، وكان يعني علامة بالقانون الكويتي هو، وكان بهيئة الرؤية حق العياد هو والبطي بطيمان وغيرهم الصقعبوي القاضي محمد الصقعبوي وغيرهم، وله الرحمة والجميع السادة الرفاعية ويدهم السيد يوسف السيد عبد الله السيد أحمد الرفاعي، كان من أصحاب الشارات يعني كانت له شارة وكرامات صوفية وذريته حامد وكلهم الله يرحم أحمد اللي توفى وغيرهم الفاتحة والوالد. طريقي كثير من القضاة الكويتيين من ضمنهم اخوي القاضي محمد السيد يوسف هاشم السيد احمد الرفاعي، اخوي القاضي عبد العزيز السيد يوسف هاشم الرفاعي، ولد اختي ماجد السيد يوسف الرفاعي، القاضي هشام عيسى ماشاين، ولد اختي شاعر ندى السيد يوسف الرفاعي، القاضي صالح السيد احمد عبد الرفاعي، وكيل نيابه عبد الرحمن السيد احمد السيد عبد الله السيد احمد الرفاعي، وايد شباب كويتيين وصاروا قضاة بعد سيد غير كويتيات قصدي، وان شاء الله تكمل المسيره بكم. والحين رئيس القضاء الاعلى البورسلي، وقبله كان شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الجناعي ووايد ناس عقبك صاروا وعقبك وقبلك، الله يوفق الجميع.